أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر في الآيات الأخيرة من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ لأنه بشر، فأرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. لا يجوز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إشاعة هذا الشيء. الرسول يخطئ، قال الرسول يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي، يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا السائل يعني لا يسأل عن الرسول، ولا داعي لها، إنما هذا عند طلبة العلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا فيما لم ينزل عليه وحي.